بدري زهر بيدي قرص زهري ده الوانه مختلفه، له عديد من الالوان، الازهار بتاعته لها الوان عديده، وبتعمل له معرض في الربيع اللي جاي ده، بتعمل معرض للسنانير. اللي يشترك في المعارض دي بقى وياخد جوائز وحاجات زي كده ممكن يشترك بالنباتات يربيها تربيه كويسه. بمعنى ان القرص الزهري بتاعها يبقى مندمج منخفض، ورق النبات يبقى كبير، وبعدين عدد الورق النبات يبقى قليل، له مواصفات سنانير جاي. ده نبات سنانير جاي ده من النباتات الجميله جدا، ونبات ظل، نباتات ظل بيحتاج للري باستمرار وعدم التعرض للعطش او التعرض لاشعه الشمس، لان الورق بتاعه اساسا غير مغطى بطبقه شمعيه، معدل فقد الميه منه بيبقى عالي. واضح؟ البلابل برضه في الظل؟ ده مش بلابل والله، ده مخك يعني في البلابل. ما علينا يا دكتور، معلش سيبك انت مني زي في الذات، تعالى فاضي. فاضي؟ اه والله فاطر. لا فاضي. فاضي خلاص سيبك مني. قولوا لي النهارده انتوا ايه اللي عرفتوه؟ من اول ما ابتدينا معاكم، ايه اللي انتوا عرفتوه في الكوين؟ هذا سؤال عرفنا التكاثر. انا عارف حاجات كتير. هوايا وجري و عشان الكلام ده اللي ناسي حاجه يكتبها عشان يتذكرها. امجد ناصر سجل صوت وصوره. احنا كاتبين برضه. تعرفنا على ادوات المشتل. ماشي. شفنا الصباط. الترهيد الهوائي. عرفنا نزرع بالبذره كويس وبالعقله. ايوه. وشفنا الصباط المضغطيه والصباط الخشبيه والحاجات اللي بتزرع في الضيف. تعالى شوفوا انا عملته ايه. ما هو اللي عملناه دكتور اللي احنا زرعناه امبارح. عملناه شفنا شوفي يا مدام. زرعنا وعملنا. شفت يعني شفت انا شفت الحاج مصطفى. ازاي؟ هو طبعا ده حاجه ثانيه. الفكره ايه مكوناته؟ اول حاجه المشتل ايه هو؟ مكوناته ازاي اخطط المشتل؟ واخد بالك؟ عرفنا ادوات المشتل، ادوات اللازمه للمشتل، عرفنا اقسامه، وبعدين عملنا بايدينا بقى جميع طرق الاكسار. الاكسار بالعقله لنباتات زي ايه وايه وايه بقى؟ العقله. المشكله في الهند بطل عشان كده بقول لكم اكتبوا. لسان العصفور. اه لسان العصفور. لسان العصفور والهند بطل. الجارودونيا. والبطل برضه بالعقله. الجارودونيا او الجارونيا. الجارونيا مش الجارودونيا. الجارونيا. الجارونيا. او الخبيزه الافرنسي. والكورتون اللي من اللحم. والكورتون يا دكتور. كورتون. الكورتون هو دول. والهند بطل. والبردقوش. والحصلبان. والمياميه. شفليره جزء. والشفليره. اكتبوا الكلام ده فين؟ كاتبينه والله يا دكتور. اي كده حاج مصطفى. كاتبينه والله يا دكتور. لازم كل ده تقولوا عملنا، مش تقولوا ده انتوا عملتوا منه غلطه رفيعه، وعملتوا تنقيد هوائي على تكاثر بالتنقيد الهوائي على ايه؟ تنقيد الهوائي في كاسنتك. في كاسنتك. ايوه. ما انا مش عارف. طيب وفي كاس دكوره؟ اه وعليه ايه؟ وعملنا يهمني انك عرفت تعمل التكاثر بالتنقيد الهوائي. وعملنا عمليه التفريد لسه هتعملوها بكره كمان وهتعملوها تاني، والتكاثر بالتقسيم في الدفنباخيا والاجلونيما والصفندق امبارح، والنهارده كانت الدفنباخيا والاجلونيما والفجير الاسبلينم والفجير الدنتيلا. عرفنا طريقه التكاثر بالجراثيم. انتوا خدتوا كورس زينه بيتدرس في ترم. هم حافظين يا دكتور كل حاجه دلوقتي. انا عايزهم بقى بس الواحد لما يروح ما يروح يقعد مع نفسه ويقعد يراجع هو عمل ايه، لانك انت مش مجرد انا بتكلم مش قاعد معاك على طول. المفروض الحاجات اللي انت شفتها واتعلمتها تدونها، واللي عملتها بايدك تدونها على اساس تبقى عارف لما تيجي تشتغل في مشتلك الخاص.